اللي خطر من هذا الشيء وهو ان هذا المستورد كيبيع باثمنه اللي بغى هو على ارض الواقع. ولكن الاثار ديال هذا الدعم هذا السيد الوزير فينا هي؟ فينا هما المغاربه اليوم؟ هو الاثار تبان عليهم اليوم المغاربه كلشي كيتسناو الدعم المباشر كما دارت المنصوري الوزيره الاسكان في قطاع ديال العقار. اليوم الناس السيد الوزير انتم اليوم كدعموا في المستوردين كتزيدوا كما تيقولوا المغاربه كتزيد واحد الحاجه كتزيد تكبروا هذوك الناس تغلظوهم علينا السيد الوزير. اليوم لا كان ممكن سيدو انكم تشوفوا شي طريقه ما كيفاش دعموا المواطن البسيط. راه الناس خصك تمشي للسوق اليوم وتشوف الاسماء شحال دايره سيد الوزير. راه انتم كتكلموا خطاباتكم كلها كتكلم على دعم الاعلاف دعم هذه دعم هذه ولكن لا ارض الواقع ما كاين والو سيد الوزير. الا كان ممكن سيد الوزير حميوا المغاربه حميوا من هاد المستوردين لقاو حلول. شكرا شكرا. لكن هذا الشيء ما كانش السنه الفايته ونخافوا يتكرر هذا الشيء هذه السنه. باقي قل من شهر العيد والاسعار مرتفعه بزاف في السوق وثمن اللحم الاغنام كيتجاوز 130 درهم وهذا مؤشر كافي. في العام اللي فات قلتوا بان المواطن يقدر يعيد ب 800 درهم و 800 درهم اليوم يلا كتشري 6 كيلو ديال اللحم. المواطن الفقير اليوم تتزاد 500 درهم ديال الدعم الاجتماعي. هذا المبلغ يلا كيكفي في العطريه والفخر ولوازم العيد. مادام الدوله كدعم الاغنام اللي كتجي من الخارج ب 500 درهم الثمن باش كيدخل هو 35 درهم الكيلو وكيتباع ب 75 درهم للمواطن. المواطن اذا كيربحوا 40 درهم كياخذوا 500 درهم كدعم وكيربحوا 40 درهم في الكيلو. بالصيف يوصل الحولي 4000 درهم فما فوق. دور الحكومه ملي كتدعم خاصها تسعر كيلو ديال اللحم بثمن معقول. اذا ما كاين لا مراقبه لا والو. المغاربه حول ثمن الاستيراد ديال الخرفان لانه الا كانت الدوله تعطي 500 درهم لاعلى كل راس تاع الغنم ف والا كان الثمن كي تيتقال على انه ثمن الشراء وهو 1800 درهم فاضعف الايمان ما خصوش يزيد الثمن ديال الخروف على 1800 درهم. كذلك السيد الوزير واش كاينه استراتيجيه لمراقبه هاد الناس اللي تيستوردوا؟ اللي كاين حنا ولاد برا معاشرين الفلاحه ان واحد العدد ديالهم راه تيجيبوا الخرفان وتيسدوا عليهم حتى المورا العيد يبيعوهم لانه السوق طالب يعني واحد العدد كبير ديال مورا العيد انه يتذبحوا. كذلك السيد الوزير واش ما وصلناش اننا ندير واحد استراتيجيه وطنيه وهي اننا ندعموا الخروفات لواحد السنه وسنتين باش يكون عندنا الاكتفاء الذاتي. 2.8 راس منها 4.7 مرقمه وعن طريق كذلك من تجربتين خذتهما المملكه في عمليتين قامت بها الحكومه بالاستيراد ديال الاغنام في كل في هذه المناسبه ديال عيد الاضحى. الى اننا نطرح السؤال انطلاقا من معطيات ديال السنه السابقه رغم ان استيرادنا للقطيع للاغنام واحد العدد لم نرى له اثرا على جيوب المغاربه الضعفاء. والان هذه السنه اعلنتم عن يعني فتح استيراد امام واستيراء مؤقت. هذا المؤقت السيد الوزير انا اسطر عليه مؤقت. لماذا اعلنتم مؤقتا في حين ذكر هنا في هذه الجلسه ان هناك اربعه اشخاص من استفادوا من هذه عمليه الاستيراد؟ الا ان هذه العمليه تثير مجموعه من الشبهات ويجب على الاقل توضيح هذه العمليه. كذلك السيد الوزير اذا ما كنا احنا غير قادرين رغم اننا في بدايه النسخه الثانيه من مخطط من الاستراتيجيه الفلاحيه المهم القدره يعني نعاودوا شكرا شكرا شكرا.